ثم نحذر أشد الحذر ونذكر أنفسنا وإياكم من أولئكم الذين يريدون أن يدمروا مجتمعاتنا ويدمروا أخلاقنا ويدمروا قيمنا بل وعقائدنا بل وإسلامنا، وأن لهم ذلك ولكن يسعون. ولذلك تجدهم في هذا الشهر يسعون كيف يفرغون كل العبادات من معانيها الصحيحة، فلا الزكاة تأخذ معناها في التكافل والتراحم أو لا يريدون لكم ذلك، ولا الصلوات تأخذ معناها بمعنى الاجتماع والوحدة والصلة بالله والقوة والتواضع والانكسار والتذلل وأن تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا يريدون لنا ذلك. ثم إذا ما جاء شهر الصوم وقد صفدت الشياطين انطلقت شياطين الإنس ببرامج كلها سخف كلها معاصٍ كلها هزء كلها سخرية كلها مضيعة للوقت كلها أحيانا من الكبائر كلها من أفلام أحيانا تعرض حتى زنا المحارم أو شرب الخمور أو غير ذلك، أو تجعل المعصية كأنها أمر عادي في المجتمع. أخطر ما في ذلك كيف يخططون تخطيطا مدمرا لتفريغ الوقت للهونا وصرفنا عن العبادات وحقيقة هذا الشهر. كيف إذن ننتصر على كل هذه المؤامرات والمخططات في واقع الحال؟ ولذلك إذا كانت أمة من الأمم يقودها التافهون أو يقودها الفارغون أو يقودها الفاسدون أو يؤثر فيها إعلاميا وتربويا الفاسدون والفارغون والتافهون، فماذا سيكون مستقبل هذه الأمة إذا لم ندرك أن من معاني شهر رمضان العظيم هو بناء أمة، أمة القوة، أمة العزة، أمة الصبر، أمة الإرادة، أمة المراقبة لله، ومن ثم أمة الجهاد، ومن ثم أمة مواجهة كل التحديات، أمة مواجهة ما يضغط به على بلادنا العربية والإسلامية لتجوع ومن ثم تركع ومن ثم تنفذ مخططاتهم. فيقال لنا ولهم إن شهر رمضان يعلمنا أننا يمكن أن نستطيع أن نتحمل كل تحد، ولو كان هذا التحدي هو الجوع، ولو كان هذا التحدي هو العطش، ولا يمكن أن تستسلم الأمة لإرادة عدوها مهما كلف الأمر، وقد استسلمت لأمر الله سبحانه وتعالى. فأمة إذا لم تكن تخرج من شهر رمضان وقد بنت الأمة نفسها من جديد وأهلت نفسها من جديد روحيا إيمانيا صبرا قوة إعدادا، فماذا استفادت إذن هذه الأمة من هذا الشهر؟ فلا يمكن أن تقبل الأمة أن يقودها التافهون أو الفارغون أو الفاسدون، لا يمكن أن يأتي هذا من باب الإكراه، لأنه لا إكراه في الدين، والإكراه في الدين لا يمكن أن يولد إيمانا، كما أن الإكراه في الفضيلة لا يولد إنسانا فاضلا. فلا بد أن يكون ذلك كله منطلقا من نفسنا، من أنفسنا، من داخلنا، من عقيدتنا، من إيماننا بهذا الذي يجب أن يكون. ثم بعد ذلك لا بد أن نتذكر أننا لا بد أن نصدق مع الله جل جلاله. لذلك هذا التدين المغشوش الذي ربما يجعل الدين موسميا وطقوسيا وشكليا وجزئيا، فيأخذ منه أجزاء ويترك أبعاضا، وهو لا يغير في حقيقته ولا في أفكاره ولا في تصوراته شيء، ولا يبني قوة ولا إرادة ولا ولاء خالصا لله ورسوله ولا صدقا مع الله. هذا تدين في الحقيقة للأسف قد يكون مغشوشا، وربما كان التدين المغشوش أخطر على الأمم والأفراد من اللا تدين في أصله، لأن هذا الذي لا تدين تعرف أنه لا تدين، لكن أن يأتينا بصور من التدين مزيفة ليضلل بها الناس وليخدع بها الناس ويخدعنا بها الإعلام ويخدر بها مشاعر الناس ليشغلهم عن حقائق الأمور وعن تحديات الأمة وعن واجبات الأمة وعن مقدسات الأمة وعن تحرير مقدساتها وبناء أنفسها وبناء قوتها، هذا تدين مغشوش لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا من تحقق بهذا الشهر الكريم وقام بحقه رضوان طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.